نبوت حقيقه رايشندا پیغمبر ışık. هذا المؤتمر هو ضمن النشاط الأكاديمي الذي تقوم به مؤسسة إسطنبول للثقافة والعلوم، وضمن الهدف الذي أنشئت من أجله هذه المؤسسة، فإنها تتعامل مع الأساتذة الجامعيين ومع الجامعات وفي داخل تركيا وخارجها. وهذا المؤتمر هو العرس الكبير لهذه المؤسسة، لأنه يعقد كل 3 سنوات ويضم عددا كبيرا من الباحثين من كل أنحاء الأرض، فهو مهم لأنه يقوم بوظيفة إعلامية ووظيفة أكاديمية. يسهم أو هذا المؤتمر بتعريف الأساتذة وتعريف طلابهم في الجامعات التي يدرسون فيها برسائل النور والأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي. الواقع أن هذا المؤتمر وإن كان يعقد كل 3 سنوات فهو ليس النشاط الوحيد للمؤسسة. المؤسسة تعقد ندوات بشكل دائم في كل أنحاء الأرض، والجهد الذي يبذل في إعداد هذا المؤتمر جهد كبير، والطاقة المؤسسة محدودة، ولذلك أنا أقول لا بأس أن يبقى كل 3 سنوات مع وجود النشاطات الأخرى التي تغطي الأرض كلها. دكتور، ما أهمية رسائل الأنبياء أو النبوة للبشرية بشكل عام؟ النبوة كما نعلم يعني هي نور للبشرية، وهي الهداية، وهي روح البشرية، ولولا النبوة كما يقول الأستاذ النورسي لهلكت البشرية. الأنبياء هم قادة معنويون للبشر، يقودونهم إلى الهداية والسعادة، الهداية في الدنيا والسعادة في الآخرة، وهم أيضا رواد في مجال التقدم المادي، لأن هؤلاء الأنبياء عليهم السلام من خلال معجزاتهم التي قدموها للبشرية والتي زودهم بها الله عز وجل، وضعوا للبشرية الخط الأعلى أو الحد الأعلى الذي يمكن للبشرية أن تصل إليه، فكانوا حافزين أو محفزين للبشرية للوصول إلى التقدم العلمي الذي نراه، وما يمكن أن يفتح للبشر أفتح الله عز وجل على البشر من آفاق التقدم في العصور القادمة. دكتور، ما رأيك بمستوى البحوث المقدمة لهذا العام؟ لم أطلع عليها بشكل عام، لكن طبيعة البشر ليسوا سواء. هناك من يقدم رسائل أو يقدم بحوثا متميزة أكاديميا، ولكن أقول أمرا في غاية الحساسية عندي، أتمنى من كل الباحثين في رسائل النور ألا يظلوا باحثين فقط، وإنما أن يتحولوا إلى طلاب نور، لأن قراءة رسائل النور قراءة استشراقية أو قراءة بحثية أكاديمية بالعقل وحده لا يؤدي الغرض المطلوب. لابد أن ينفتح القلب والعقل على رسائل النور، نبحث في الرسائل ولكن مع الاقتباس منها لتستنير قلوبنا وحياتنا، ونكون طلاب نور لا باحثين فقط في رسائل النور. دكتور، كلمة أخيرة توجهها. أشكر إخواننا القائمين على هذا المؤتمر الذين بذلوا جهودا كبيرة في الإعداد له وفي استقبال الضيوف وفي حسن ضيافتهم. أسأل الله عز وجل أن يرزقهم الإخلاص وأن يتقبل منهم صالح العمل.